هاي وصلت بينا وين وصلت بينا، رجعنا نطيبوا برا نرقدوا برا جامي طبطب كنت ساكنة في لاكاف، خرجوني من لاكاف. في العراء وتحت أشعة الشمس اللافحة تعيش هذه العائلة في أعالي العاصمة في ربوة المدنية. أب وأم وأبناء يتخذون من الشارع مسكناً لهم. أولادي برا متشردين، كنت أقري فيهم هاد العطلة، ينامون فيه ويمارسون فيه يومياتهم. ظروف قاسية وواقع صعب يواجهه سمير رفقة عائلته، فلا بيت يحويهم ولا سقف يغطيهم. وإحنا مالينا فدائيين وكذا، أنا غير نجرو، ما عنديش مانا مرقت سمعنا مرقت، ما قدرت ندير، قلت ما قدرت ناكل، ما قدرت ندير والو، عايش هكذايا خلاص حتى مليت كاع، ما لقيتش كيفاش ندير. كنا في القبو، خرجنا انسان من القبو، خرجنا درك عندنا واحد 20 يوم وحنا رانا برا، كل حاجه برا، هاكم جيتوا شفتوا كيفاش ناكلوا برا نرقدوا برا. دايرين سكن اجتماعي من 2011، من 2011 ما كان والو، رحنا دقدقنا عند جميع المسؤولين، دقدقنا ان شاء الله يشوفوا فينا باذن الله في هاد العواشر تاع العيد وان شاء الله. ابشر ولدي وراه لاقيت وكذا وكذا مرضت لي وكذا مرضت. مرارة العيش وقسوة الظروف لم تمنع السيدة ليندا من الوقوف مع زوجها وتحمل كل هذه المعاناة، فكان سلاحها الصبر وكان قرارها البقاء مع رفيق دربها مهما كانت الظروف. أنا راني صابرة وراني طامعة في ربي سبحانه، راني طامعة في ربي سبحانه، ما نستنى حتى واحد، نستنى ربي سبحانه يخزر فينا هكا وسلطات كامل تخزر فينا. أنا الزوج تاعي مانيش راح نخليه، مانيش راح نخليه لآخر دقيقة، مانيش راح نخليه برسكو، حتى هو ما خلانيش نهار اللي مرضت صبته غير هو. خطر، مرض، لا استقرار وخوف هو ما تعيشه عائلة سمير، فبين حاضر مؤلم ومستقبل مجهول تبقى هذه العائلة هنا في ديار السعادة بدون سعادة في انتظار الفرج. كنت داخلة راسي في القبو، ما حوست حتى على واحد، ما دقدقت في باب واحد.